وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية، إلى جانب التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظات والتعامل مع شكاوى المواطنين. وشددت الوزارة على ضرورة تأكيد الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من قيام سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية بسواء الجملة أو التجزئة بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخه، فضلا عن قيام الأجهزة المختصة بالتحفظ على السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق، خاصة السلع الاستراتيجية.